متواصل مع ضيفتي أسماء زريول، دكتورة باحثة في مجال التغذية، معنا مباشرة من الرباط. صباح الخير أسماء. صباح النور حليمة، صباح النور الجميع. صباح الخير أسماء. دائما في إطار التغذية مواضيع كنقدموها من طبيعة الحال للتوعية، اليوم غنتكلموا على التغذية ومريض جرثومة المعدة. أسماء، نظام غذائي أكيد خاصو يكون معين ومحدد. صحيح، جرثومة المعدة من أكثر الأسئلة اللي كتجيني في هذا الخصوص. يعني أسئلة يعني هي رقم واحد. علاش؟ لأن الناس، بزاف ديال الناس مصابين بهذا الجرثومة ديال المعدة. وجرثومة المعدة كيف ما كنعرفوا راه كتقيس فئة كبيرة من الناس، غير كاين الناس اللي كتظهر عليهم أعراض وكاين الناس اللي ما كتظهرش عليهم أعراض. صحيح. ملي كنجيو نشوفوا التغذية ديال الناس اللي كيعانيو من جرثومة المعدة، يمكن لينا نقسمو التغذية يعني على حسب الحالات. كتكون عندنا الحالة اللي الإنسان عنده جرثومة المعدة ولكن ما عنده حتى يعني مشكل، يعني عايش، ما عنده عايش ومتعايش عايش ومتعايش تماما. كيكون هناك تعايش معها، فما ما كدير لي حتى شي، ما كتأثرش عليه، ما كتضرو المعدة لا حتى شي حاجة. هاد الناس كنعطيوهم تغذية متوازنة وصافي، وكتبقى الحالة ديالهم تحت المراقبة. نجيو دابا للناس اللي مثلا عندهم أعراض ودوزوا لقاو أن جرثومة المعدة هي السبب في هاد الأعراض المشاكل اللي عندهم. نعم. هاد الناس هادو كنشوفو عاوتاني واش الدواء عطاهم الدواء ولا ما عطاهمش الدواء. إلا ما كانش عطاهم الدواء راه كيرجعوا للحالة الأولى، يعني أن واخا يعني إلا عطاهم الدواء، وغالبا عطاهم الدواء لأن ملي كتكون مثلا عندهم حموضة ولا ألم ولا غيرها فالطبيب كيضطر أنه يعطي الأدوية. وهنا كنبغي نقول ونفكر للناس أن الدواء هو العلاج ديال جرثومة المعدة. هادوك لي زونتيبيوتيك اللي كيتعطاو راه هما العلاج، راه ما كاينش شي خلطة اللي غتحيد لينا هاد، مازال ما وصلناش. حنا كنتمناو ان يكونوا شي زيوت اساسيه، شي حاجه اللي غادي تحيد لينا هاد لا بكتيري، ولكن كيبقى العلاج الدوائي. الانتيبيوتيك الدوائي راه هو اللي كيحيدوا لينا، ولكن هاد العلاج الدوائي باش انه يكون صالح وباش انه يكون افيكاس وفعال راه خصنا معاه نظام غذائي معين. صحيح. اثناء يعني اخذ الدواء كنزولوا الحليب ومشتقاته وغيرها على حسب الأدوية اللي عندنا، على حسب يعني النصائح اللي كيتعطى لا نوتيس ديال الدواء. وكذلك من بعد ما كنصابوا بها كنوليو نديروا مجموعة من الاحتياطات. أولها النظافة، ثم النظافة، ثم النظافة، لأنها كتساعد يعني في الماكلة على برائت وهذا. كذلك خاص تكون عندنا واحد المناعة اللي هي قوية، واحد التغذية اللي هي صحية، لأن الأغلبية ديال الناس اللي يعني هذه الملاحظة اللي كنشوفها أنا، أن اللي كيكون عنده جرثومة المعدة كنلقى عنده فقر الدم. هذه ماشي مفاجأة، لأن ملي كتكون جرثومة المعدة ما تيكونش عندنا هضم جيد وبالتالي امتصاص جيد وحنا غاديين. في حين أنه ملي تيكون أننا لكنا يعني خدينا الدواء وتعالجنا ولينا ولا الصحه ديالنا مزيانه، فهادشي تيخلي حتى مثلا ما عندنا فقر الدم وعالجنا هادشي كله، فحتى ملي كتجي الجرثومة الجسم كيكون مهيئ انه يقاومها، واخا يقاومها وما يخليهاش توصل لهذوك الاعراض. فمني كنوصل لهذوك الاعراض ولا كتاثر لنا جرثومة المعدة، فغالبا كتلقى هذاك الانسان الماكله ديالو ضعيفه، ولا كتلقى المكونات ديالها مصنعه، لان الاغذيه المصنعه راه عدوه اللي فيها مواد حافظه وغيرها عدوه للمعده هي الاولى. لو كتغير لينا يعني من وكتخلي داك الوسط ديال اللي عندنا في المعده كتخليه جيد وملائم باش هاد البكتيريا تتكاثر. لهذا بعد ما تنكونوا لاله حليمه كاخدينا الادويه
من مراهقة ناكلو بطريقة طبيعية ونحن الاحتياجات ديالنا. نعم تيخصنا نتبعوا الدواء ديالنا، لان كيف ما قلتي وكيف ما تيقولوا جميع الاطباء اللي متخصصين في الجهاز الهضمي، الدواء مهم جدا للناس اللي تيعانيوا من جرثومات المعده. هنا غندير الربط اسماء، لان كاين بزاف ديال الناس تيطرحوا هذا السؤال، واش كاين غذاء اللي تيقتل جرثومات المعده؟ كاينين بزاف ديال الناس اللي تيقول لك انا الا خديت داك العسل ديال الدغموس مثلا يقدر يحيد لي جرثومات المعده. كاينين الناس اللي تيقولوا بان اللبن او الرايب ممكن يساهم انه يقتل جرثومات المعده، ومجموعه من الاطعمه اللي هي عليها مجموعه ديال علامات استفهام اسماء، فواش صحيح؟ شوفي عرفتي، حنا ما كرهناش نشربوا غير الماء تحيد لينا جرثومات المعده، حنا ما كرهناش. يعني حنا ما كرهناش نقولوا للناس نلقاو لهم علاج بسيط جدا في المنزل، ونقولوا له عرفتي نقول لهم بحال دابا مثلا ملي تخرجوا في السوشيال ميديا وهادشي خطير خطير جدا. تيخرج واحد في السوشيال ميديا يقول لك عسل البصله مع عسل السدر وخذوا كل صباح وغادي تضرب. عفوا نعم. انا ما عرفتش هاد الناس هادو واش تيديروها، يعني بالعاني واش الناس كان مثلا عسل السدر غادي يفيدنا كون خداوه كبريات الشركات وداروه عباره عن دواء عطوه للناس غيصدق لهم ترخص، فهمتي؟ هادشي للاسف ما كاينش. عسل السدر البصله ناكلوها في لاصالاد، عسل السدر مره مره نديرو ناخذو مشويه غادي يفيدنا بصفه عامه، ما نقولوش ما غاديش يفيدنا، غيفيد وخصوصا مثلا بحال هكا هاد الاشياء اللي تنربطوها مع دائما الجهاز الهضمي. مثلا الثومه كاين اللي تيقول لك ناكل طريف ديال الثومه مثلا تتنقي الجهاز الهضمي بدون مضغ مثلا الثوم، العسل خصوصا هذا ديال الدغموس يعني كثير الاستعمال في بزاف ديال الحالات المرضيه. فهل القصد يعني من طرح هذا السؤال هو نبينوا للناس بان راه ايه كاينين بعض الاشياء الطبيعيه اللي ممكن يكون عندها تاثير ايجابي على الصحه ديالنا، ولكن راه خاص الدواء، راه خاص العلاج، خاص الانسان يتبع، وماشي فقط غير الدواء اسماء. كنظن غتكوني متفقه معايا، الانسان ياخذ الدواء وتكون مراه مراقبة، يعني تمشي عند الطبيب وتعاود ترجع وتمشي. وخاص معاه خاص يكون نظام غذائي صحي. تماما. حنا كان عاوتاني ماشي الدواء، عاوتاني هذاك الدواء اللي غناخذو راه ماشي غادي ناخذو ونبقى على العادات الخايبه اللي عندي في الماكله ونتمنى ان الدواء يكون فعال. تماما. او لا مثلا ناكل ولا ما نبقاش ناكل ولا شي حاجه بحال هكا ونتمنى الدواء فعال. شوفي راه اغلب الحالات اللي كيجيو لعندي قد ما كان الانسان خدا الدحين تركي اللي كياخذ الدواء كيعاود يدير التيست وكيلقاها مازاله. وهذه هذا راه واقع، خصو يعاود عاوتاني كيشوف مع الطبيب باش يعاود الدواء. فحنا باش ما نبقاوش نعاودوا في لي زونتيبيوتيك اللي تا هما عندهم يعني ماشي شي حاجه اللي جيده اننا ناخذوها ونعاودوا، خصنا من الاول ناخذوا نظام اللي كيجي وكيتبع نظام غذائي خاص به وكنقادوا له الماكله ديالو وكيتبع الدواء كيعاود لو تيست من المره الاولى الحمد لله كيتشافى. نعم. من المره الاولى. هادشي اللي ما بغاش يضيع وقته واللي بغى يبرا واللي يعني مهتم واللي كتهمو صحته اللي كتهمو صحته واللي ما كيصدقش هاد الخزعبلات اللي كنسمعوا، البصله والثومه اللي قلتي، وراه فعلا هادشي راه كيتولون عليه يوميا. هادشي اللي قلتي راه كترجمي لا فولونتي وداك الرغبه ديال الناس اللي كنسمعوها يوميا. فعلا يوميا كيجي تيقول لك عفاك انا بغيت شي حاجه اللي غادي تداوي ليا، واش ناكل الثومه واش ناكل الثومه وكل البصله وكلها في السلطه وديرها في الماكله وكل شيء، ولكن معاها كل الدواء ديالك. نعم ضروري ومؤكد نحيدوا العادات السيئه بحال التدخين، شرب القهوه بكثره، تستخس هو راه ستريس والضغوطات النفسيه. نعم بطبيعه الحال الاغذيه المعلبه وغيرها اللي فيها محمضات وغيرها، فهادشي كله حنا لاله حليمه، حنا كنحمد الله اللي اكتشفوا هاد الجرثومه، لان شحال هادي كانت كتجي قرحه المعده ما تيعرفوش شنو كاين. راه خداو جوائز يعني عالميه الناس اللي اكتشفوا هاد الجرثومه وعرفوا ان
راه كاين شي جرثومه اللي سميتها جرثومه المعده، واللي من بعد الحمد لله ولاو الناس كيعيشوا افضل. نعم غدا بحول الله أسماء لنا لقاء معك أكيد بإذن الله. غدا غنتكلموا على مريض المرارة ما بين المسموح والممنوع دائما في إطار التغذية. شكرا جزيلا لك أسماء زريول، كنت مباشرة معنا من الرباط. هذه تسعود 51 دقيقة.